أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا، أهلا بكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. الأجواء اليوم تكون إجمالا يعني أبرد مما كانت عليه يوم أمس. الطقس يميل للبرودة في مناطق عدة من المملكة، درجات حرارة تقريبا حول معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام. يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم في العاصمة عمان إلى حدود تقريبا حوالي 14 درجة مئوية، مع ظهور بعض السحب والغيوم المنخفضة أحيانا بمشيئة الله تعالى. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من إربد 15-9، جرش 16-10، المفر 15-7، وعجم من 14 إلى 8 درجات مئوية. البحر الميت 22 درجة مئوية اليوم العظمى متوقعة، الصغرى 17، في مدبة 15-8، في الزرقاء من 16-10، أما في عمان والصدفة من 14-8 درجات مئوية. في معان من 19-8، جبال الشرارة 13-7، في العقبة من 25-16 درجة مئوية، أما في كل من الكرك والطفيلة من 15-9 درجات مئوية. أما في المنطقة الشرقية في الأزرق والرويشد من 20 تقريبا نهارا، لكن ليلا 7 في الرويشد والأزرق 9 درجات، في الصفاوي من 19 إلى 6 درجات مئوية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم جميعا. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.